في بريطانيا أسوأ أزمة إضرابات تشهدها قطاعات عدة في البلاد، أبرزها قطاع النقل والصحة، وسط مخاوف حكومة ريشي سوناك من عدم القدرة على احتواء الوضع. وبدأت طواقم فرق الإسعاف الإضراب عن العمل ليتسع الخلاف مع الحكومة بشأن رفضها زيادة الأجور بعد إضرابات الممرضين الأخيرة. النقابات التي تمثل كل من ممرضات الخدمة الصحية الوطنية NHS وطواقم الإسعاف هددت بتنفيذ مزيد من الإضرابات في العام الجديد، ما دفع مسؤولي الرعاية الصحية إلى التحذير من إجهاد نظام صحي يعاني بالفعل أزمة كبيرة في السنوات الأخيرة. هذا وتوعد عمال السكك الحديدية وشرطة مراقبة الجوازات أيضا بإفساد عطلة الأعياد في ظل رفض الحكومة قبول المطالب المتعلقة بالأجور.